العلا، المدينة الساحرة من آلاف السنين، موجودة في المملكة العربية السعودية، تتميز بمنحوتات الصخرية وتحكي لنا عن حضارات عريقة وقصص اللي عاشوا من آلاف السنين. ومن هذه الحضارات مدائن صالح اللي لقبوها بالحجر، كانت مكان تجاري مهم، الناس كانوا يمرون من هناك عشان يبيعون ويشترون الأشياء، ومكان موطن لقوم ثمود، القوم اللي ذكرت قصتهم في القرآن. تقدر في مدائن صالح تشوف عدد هائل من الصخور المنحوتة كبيوت وقلاع. مدائن صالح هي جزء من قصص من سكنوا في السابق من سنوات ماضية.